عن طموح الأهلي في تحقيق البطولة رقم 10 في تاريخه، بطولة دوري الأبطال، وعن مشواره الحقيقة. وأنا بعتقد أنه النادي الأهلي بيكون صحيح بيحضر وبيجهز وبيركز في كل مباراة كأنها بطولة على حدة، لكن بالتأكيد حاطط قدام عينيه صعوبة المشوار، وهو بالتأكيد هيكون المشوار الأصعب والأطول في الموسم الحالي، مشوار بطولة دوري الأبطال. كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقة كان ليه مجموعة من التصريحات المتعلقة بمباراة بكرة، واتكلم على قد إيه إنها مباراة صعبة، واتكلم على قد إيه إن هو بيحاول مع الجهاز الفني يحطوا لعيبة في حالة تركيز ويكونوا في أعلى درجات الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني. هنشوف تقارير في مزيد من التفاصيل مع حضراتكم، ونرجع نتكلم أكتر معاكم عن مين هو المريخ السوداني، وعن أرقامه وعن إحصائياته للموسم الحالي. الحمد لله، طبعا يعني حاجة كويسة للنادي وحاجة كويسة للكرة المصرية، نبني عليها بإذن الله. عارفين كويس ان احنا برضو عندنا مباراة صعبة بكرة مع فرقة المريخ، فرقة محضرة كويس، جاية بدري، عندها لعيبة جديدة انضمت لها زودتهم قوة على قوتهم، 3 أو 4 لعيبة. عارفين على دراية كمان بالكرة المصرية بشكل عام والكرة الأهلاوية بشكل خاص، فعارفين مباراة بكرة مش هتبقى مباراة سهلة، مباراة صعبة أكيد. يعني سيد، تجديد الدوافع يعني بعد المحفل العالمي والمشاركه في كاس العالم للانديه، انت داخل بطوله انت ايضا كان النادي الاهلي مطالب فيها بالمركز الاول والبطوله نفسها. يعني خلينا نقول دايما ان انت حلو قوي الارقام وحلو قوي النتائج وحلو قوي البطولات، لكن امبارح بتاع امبارح مش عايزين نقف عنده كتير، خلاص اللي حصل امبارح انتهى، خلص بحلو ومره، الحمد لله على كل شيء حققنا فيه حاجه كويسه، لكن بتستعد لحاجه ثانيه وحاجه جديده. يعني الدوافع عند اللعيبه لازم تكون حاضره ولازم تكون موجوده، الاستعداد للبطوله هي هتبقى قوية جدا، يمكن باستثناء احنا والمريخ والوداد وكايزر تشيفز، هم اللي ما لعبوش بس في 16 فرقة، الكل لعب، كل شاهدناه وشفناه، المستويات قريبة جدا من بعض، شفنا يعني فرق ممكن تكون لسه ما حضرتش بشكل كبير في السنين الأخيرة في دوري المجموعات أو البطولة الأفريقية بشكل عام، لكن بتقدم مردود كويس قوي في البطولة لحد دلوقتي. فاحنا عارفين كويس إن مباراة بكرة هتبقى صعبة والبطولة كلها صعبه، لكن انا بقول دايما البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، يعني خلينا نفكر، نحترم الناس، نحترم الخصم، نحترم المنافس، لان هو يستاهل كده، لانه له مكانته وتاريخه في البطوله الافريقيه. عندنا مجموعه من الغيابات ومجموعه من الاصابات، ده حقيقي، لكن في نفس الوقت عندنا ثقه في كل الناس اللي موجوده، وانا دايما اقول ان القائمه لازم تكون تقيله عشان كده، لان انت طالما هتلعب في الدوري عدد مباريات كبير، هتلعب في افريقيا عدد مباريات كبير، لازم هتتعرض لغيابات، هتتعرض لايقافات، هتتعرض لحاله فنيه، هتتعرض لراحه، بالتاكيد لازم هتمر بده، فلازم القائمه كلها تكون تقيله وقويه يعني. فالحمد لله 4 واثقين جدا في المجموعه ككل يعني. كابتن سيد، لفته طيبه من يعني مسؤولي النادي المريخ السوداني النهارده بتكريم النادي الاهلي بحصوله على الميداليه البرونزيه، وقالوا ان ده يعني انتصار مش لمصر بس، ده للقاره الافريقيه والكره العربيه. دي حاجه كويسه، وهم اخواتنا بالتاكيد، وكان الاجتماع الفني يمكن لو انتم شفتوه كان اكثر من رائع وممتاز في اجواء هايله جدا، يعني ده مش جديد عليهم ولا جديد علينا. كابتن سيد، سؤال اخير معلش. اتفضل. يعني عايز اعرف ظاهره انتقاد بعض نجوم الاهلي السابقين لبعض اللاعبين او الجهاز الفني او الاداء الاهلي بصفه عامه، كابتن سيد شايفه ازاي، حاجه جديده على النادي الاهلي ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي بتنتقد سواء لاعبين او جهاز او اداء؟ بص، انا يعني مش عايز اروح لنقطه تانية غير النقطه، انا شايف انها ممكن تكون فرعيه مش في صلب الموضوع، يعني عندنا مباراه صعبه جدا خلينا نحضر لها يعني، لكن ايا كان انا اثق تماما في كل اللعيبه اللي موجوده، اثق في امكانياتهم وقدراتهم وطريقه تفكيرهم، يعني عندنا مجموعه من اللعيبه الرائعين جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الذهني كمان، يعني سواء كان المحترفين، يعني مين يقول دلوقتي ان علي معلول ده واحد ما بقاش من الناس اكنها اللعيبه الاهلاويه المولوده ومتربيه في النادي الاهلي، او اجاي، او حتى ديانج اللي لسه موجود من السنه اللي فاتت بجانب بالتاكيد بواليا، وبدر بنون اللي بياخد يعني خطوه بتبقى كبيره جدا جدا في مشواره، اتمنى لهم كلهم التوفيق، لكن زي ما قلت لك يعني انا اهم حاجه في شغلي تحديدا يعني ان المجموعه كجول داخليا تبقى مستقره وتبقى هايله وتبقى قريبه من بعض، اللي بيحصل خارجي ده انا هقابله واقدر اواجهه، يعني المهم عندي الاستقرار الداخلي. شكرا.